معلش يا دكتور عاصم. اتفضل يا فندم. انا بس هنا في لفت نقطه موجوده وعليها نقاش كتير وجدل دلوقتي، ليه اشتراطات البناء يا دكتور مصطفى؟ وانا بس عايز اقول ايه، الربط بين الاثنين بيدي صوره للناس ليه احنا كدوله واخدين اجراءات قد تكون في من وجهه نظرهم قاسيه عليهم او حتى هتخسرهم، مش كده؟ طيب انا بس بقول ايه، يعني لو انا حطيت دي جنب اول صوره انت جبتها يا دكتور عاصم، نرجع لصوحت اول صوره بس خالص، اول واحده بس بقى في ايوه دي بس. لا اللي بعدها من فضلك او اللي قبلها. لا لا الكتله السكنيه بعديها لو سمحت، بعديها بس هنا. طيب انا عايز اقول لكم على حاجه، لو واحد عنده حته ارض فاضيه هنا، انا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، انا خليه ابني تاني؟ انا بس عايز انتوا تقولوا بحكم، مش هقول شغل هندسه ولا حاجه، بمنطق عادي جدا، لو حد فينا حته ارض فاضيه اقدر اخليه ابني ولا هيقول جت عليا؟ هيقول جت عليا، مش كده يا دكتور؟ صحيح يا فندم. يعني ده اللي هيقوله، اشمعنى انا؟ طب لو جيت قلت له طب ماشي ممكن اخليك تطلع دورين، يقول لي طب اشمعنى انا، ما في اللي جنبي طالع 10 ادوار، اشمعنى انا؟ لو احنا فكرنا دايما ان احنا اشمعنى انا، يبقى عمرنا ما هنغير، ومفيش دول بتتعمل كده. انا جبت النقطه دي بس، معلش يا دكتور عاصم قطعتك من الكلام، عشان دي نقطه عليها نقاش، وكمان ايضا النقاش بيبقى حتى على مستويات مختلفه، وانا مش مقصودش بالكلمه دي حاجه، لكن اتصور ان البرلمان لازم يساعدنا في كده، يساعدنا في اللي احنا بنعمله. ليه؟ اللي احنا بنعمله مش الهدف ان احنا نأذي المواطن، ده المواطن ده بتاعنا مننا كلنا، لكن احنا بلد. فهنا لما نيجي نقول اشتراطات البناء، حد تاني يقول لي انا لو مكانك ما خليش في محافظه القاهره حاجه تتبني تاني كسكن وسط، ما كانش حته ارض فاضيه والكلام يتعمل لها مخطط مظبوط، ارض كبيره، ارض تاخد لها 10,000 وحده عشان اشيل قدام منها 20,000 وحده، مش كده؟ هعمل 10,000 وحده عشان اشيل قدام منها ولا 5,000؟ مش كده؟ صحيح. انت النهارده لما تيجي تاخد كيلو في كيلو هنا في اي حته في الـ في الـ في الـ الصوره دي، في الصوره ديت، طب لو انا عايز افضي عشان اعمل زي ما قلت كده محاور في الجيزه او كده، نعمل محورين، واحد طويل عرضي واحد طولي زي مثلا اللي في النص ده مثلا، يعني لو حبيت اخليه ده عشان يبقى متنفس للناس 5 و5، واعمل كل مثلا كيلو واحد زيه، مش كده يا دكتور عاصم؟ نسبة التعويضات يا فندم بتساوي ضعف نسبة إنشاء الطريق تكلفة. طبعا 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 أنا عارف، بس إحنا مش هنسيب الناس كده. لا لا مش هنسيب الناس كده، أنا بس حبيت أتكلم على فكرة التراخيص البناء لأن فيها نقاش كتير، وأنا بسمع يعني بسمع وبشوف تعليقات الناس لا لا إحنا مش هنزيد على بلدنا. صحيح. إحنا مش هن إيه؟ مش هنزيد. لا لا لا. وإذا كان الأمر محتاج إن إحنا نقعد ونشرح للناس أكتر نشرح. حاضر. نجيب نقول له بص على حاجة زي كده، الكتل دي حوالين القاهرة وجوه القاهرة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طب يا جماعة أنتوا يعني وتبقى في صيغة لحل المسألة دي يا دكتور مصطفى، عشان يبقى لكن الاشتراطات اللي أنتوا عملتوها مش ضد الناس، لكن هي كانت، وعشان كده إحنا قلناها حتى على المحافظات الزحمة، يعني في اسكندرية بتلاقي الابراج 16 17 متر دور على شارع 6 متر، يعني بقت كتله برضو يعني بشكل او باخر زي كده. طب ما احنا خلاص هنعمل بقى في برج العرب مدينه، وبنعمل في العالمين مدينه، وحته ثانيه شغالين فيها عشان توفر السكن المطلوب للمحافظه. انا يعني مش بقول لك ان انا هقفل عليك ومش هوفر لك، لا لا لا. ولو انا النهارده واحنا قاعدين مع الدكتور مصطفى دلوقتي، جه الدكتور عاصم قال لي انا عايز ادخل في برنامج للقاهره والجيزه ب 100,000 وحده سكنيه، هقول له ايه؟ نعمل. انا جاهز. مش كده يا دكتور مصطفى؟ تمام. ليه؟ لان احنا مش هنسيب الناس كده. تمام فندم.